طيب بالمناسبة لو عايزين تكرموا صلاح نعمل له ايه؟ يعني صلاح بس صلاح ومرموش بعدين اه لصلاح عمله مرموش جاي لصلاح عمله ما يتعملش ده حقيقي. ولازم انا مخضوض ان لحد دلوقتي الحاجة اللي اتعملت صلاح اطلقنا اسمه على مركز شباب. خلي صلاح ده موجود في انجلترا مثلا انجليزي او الماني او فرنساوي او كيف كان سيتم تكريمه. يعني محمد صلاح يستحق التكريم الكبير من الدوله، لانه احنا بقالنا 4 ايام يا فارس يا اسامه طايرين رايحين في سكه تانية. ايميليانو مارتينيز عمال يتكلم عنه كلام مش طبيعي، رودري، هالاند فهو تاني هداف الدوري، الراجل بيلعب جناح. ففكروا تكرموه ازاي؟ يعني فكروا تعملوا له حاجه تليق بيه بصراحه. يعني خلي بالك يا فارس، خلي بالك يا اسامه، اكثر اللاعبين تواضعا في منتخب مصر. انا بقول لك معلومات، مش بقول لك، اكثر اللاعبين تواضعا في منتخب مصر محمد صلاح. فلا بد ان الدوله تفكر في تكريمه دلوقتي وهو بيلعب، وهو في مجده وفي زهو، وهو بيلعب وهو في مجده وهو في وده لها انعكاسات حتى على شعبيته في انجلترا وجماهيريته في انجلترا. هو بالتاكيد شعبيه وجماهيريه، لكن يبقوا عارفين كويس قوي له اغنيه جديده عم الحاج، ان اللاعب ده مقدر في وطنه بشكل كبير جدا. لان انا بطلق على صلاح ان هو قدر يحتل قلوب الانجليز. ده صحيح. احنا عندنا حاجه غريبه، ان نشوف كل الصحف الانجليزيه والصحف العالميه والاوروبيه بتتكلم عن الاكثر مساهمه في الدوريات الخمسه الكبرى، وتشوف اتنين مصريين جناحين منتخب مصر، صلاح ومرموش. يا جماعه احنا قادرين دلوقتي، يا جماعه احنا عندنا. ومش ده بس، واخد برضو للنادي الاهلي. انا مش عايز اقول ان النادي الاهلي برضو فيما يحققه، كابتن وحضرتك كنت بتتكلم امبارح واحنا في 5 ديسمبر والنادي الاهلي وكاس العالم للانديه ونسخه جديده، ما انا لازم اربط. هل النادي الاهلي اللي حققه ده خلال ال 10 مشاركات في كاس العالم للانديه، حضرتك بتحس ان احنا قادرين نستغل النادي الاهلي وامكانياته واسمه ونديله الصوره اللي المفروض يتحط فيها؟ يا كابتن احنا سايبين حد يطلع يقلل من النادي الاهلي اللي بياخد بطل الثلاث قارات، ويطلع حد يسخر منه ومن بطولته في الوقت اللي انفانتينو بيبعت لك تكريم، وسبحان الله نفس الشخص ده يعني هو غالبا انا اسف بوصف نفسه بالهجاص، يطلع يقلل من مرموش في نفس الوقت. يعني حضرتك متخيل هذه الصوره الذهنيه؟ خليني اقول لمرموش، يعني اتكلم على مرموش كمان، انه انا في حاله انبهار من مرموش الحقيقه، وانا بتابع ردود الفعل يعني، عشان كده وان شاء الله هيبقى حاجه طاير. اللي بيعمله مش طبيعي، طاير الفاولات ولد جميل وبيمضي للناس حاجه جميله، ربنا يحافظ عليه بس من الاصابات ويبقى زي الفل. يعني مرموش عنده فرصه كويسه يا كابتن، اللي هي انه شايف نموذج زي صلاح. طيب انا بس هسالك الاجابه بكلمه واحده، تفضل مرموش الموسم القادم فين؟ الموسم القادم انا اتمنى يكون في الدوري الانجليزي. فين الدوري الانجليزي؟ يا سلام، انا اتمنى صلاح ومرموش ليفربول. اتمنى تفضل طبعا. صلاح الموسم القادم فين؟ صلاح اتمنى صلاح يجدد عقده مع ليفربول، لان اللحظه اللي صلاح بيحصد وبيجني ثمارها اليومين دول هي الناس بشوفها بتتكلم في ايه بره، بيتكلموا في ان الراجل ده كان عنده فرصه. هو الاجابه بكلمه واحده، انت كلمت 50 كلمه طبعا في الدوري الانجليزي مع ليفربول، عشان يظل بيرسخ فكره ان هو حد الاختيارات استثنائيه.